معاكم بيكا 18. ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد من فيديوهات الديزاين، معانا درس الواير روبس. فاول حاجه عايزين نعرفها وات از واير روبس. واير روبس يعني ميتاليك كيبلز، يبقى هي ميتاليك كيبلز يوزد ان بولينج هويسنج اليفيتور سكرينز. ايه بقى الكلام ده؟ الواير روبس الاحبال، بس احنا كنا بناخد عارفين الحبل عادي، حبل مثلا ايه من ماده مثلا يعني فليكسبل كتان مثلا ماده ثانيه، المواد دي مش ميتاليك. لكن الفرق في الواير روب انه الماده اساسا ميتاليك، يعني انا بستخدم معدن، وبالتالي المعدن ده انا بلففه بطريقه معينه بحيث المكان منه حبل، الحبل ده بيكون فليكسبل واقدر استخدمه في حاجات كتيره جدا. ممكن اشاره طبعا المصاعد، انا المصاعد لما بتتشال بواير روبس استخدمها في الكرينز، في الاوناش. الاوناش لما بتيجي بتشيل حاجات، الحبال اللي ماسكه الحاجات دي او اللي بترفعها دي واير روبس، بتقدر تستخدم في المناجم، بتستخدم في اعمال التثبيت، بتستخدم في حاجات كتيره جدا. وبالتالي الواير روبس مش غريبه علينا، احنا النهارده بقى هندرسها بالتفصيل شويه، هنعرف ايه الاسترس اللي عليها، ازاي بنختارها، بنعمل لها سيلكشن. اي سيستم واير روب كان ليه كونستراكشن، الكونستراكشن الاساسي بتاعه موتور اللي هو بيلفف البكره، احنا عارفين الواير روبس ده بيلف على البكره، والدرام اللي هي البكره، والواير روبس نفسه. طب عشان نشوفهم كده بشكل اوضح، موجودين هنا في الكتاب بشكل اوضح. لو هتيجي تبص هنا، ده طبعا ده شكل شويه الواير روب، ده كده الواير روب بتاعنا، وده كده ايه مكان التثبيت او مكان ما انا ماسكه. ده كده السيستم بتاعنا، دي كده الدرام اللي هي البكر اللي متشال عليها الواير روب، هنا بيبقى متحط اللود، ده كده الروب بتاعي، وهنا في موتور، والموتور ده هو اللي بيلفف الواير روب ده بحيث ان انا اعمل ارفع فيه عنه ميه انا عايز ارفعه، حمل عايز انزله، وبالتالي الموتور ده هو اللي بيتحكم في الحركه دي. يبقى اي سيستم واير روب بيتكون من ثلاث حاجات الاساسيه دول، عندي درام، وعندي موتور اللي هو سورس اوف موشن، وعندي الواير روب اللي هو شايل اللود ده. طب بقى الكونستراكشن ذات نفسه بتاع الواير روب، يعني الواير روب بقى هو ذات نفسه بيتكون من ايه؟ لو اخذنا كل كروس سيكشن فيه بيتكون مينلي من ثلاث حاجات. عندي هنا ده كده كور، يعني ده كده ايه، اخدت كده سيكشن، ادي واير روب عندي، اخدت هنا سيكشن مثلا. لما اجي بقى افتح السيكشن ده كده هبص كده هلاقي شويه حاجات، ده كده بيبقى واير، الواير ده بيبقى جوه، او مش الواير ده كده ايه ستراند، ستراند ده الكور ده كده او الحته دي كده، جواها بيبقى شويه واير صغيره، يعني عندي واير صغيره قطرها صغير، الوايرز دي انا بلفها على بعضها بتديني ستراند، الستراند بقى دي ذات نفسها بلفها على بعضها بتديني ايه؟ بتديني الواير روب اللي عندي. بيبقى هنا في جوه هنا في كور، الواير طبعا والستراند بيبقوا من ايه ميتاليك، يعني ده الميتال ذات نفسه اللي هي ايه الاريا ميتاليك اللي عندي، ده الميتال اللي انا ايه بلفه. جوه هنا بيبقى كور كتان مثلا او قطن، بيبقى ايه محطوط فيه، بيبقى فيه زيت عشان بيعمل عمليه لوبريكيشن، عمليه تزييت، لان طبعا الواير روب ده هو بيتحرك بيبقى فيه احتكاك ما بين الميتال وبعضه، وبالتالي الميتال وبعضه لما يحتكوا ببعض يعملوا فريكشن فورس عاليه، وبالتالي عشان اقل الفريكشن فورس ده بحط الكور ده، الكور ده كمان بيعمل لي ايه؟ بيديني فليكسبيلتي عاليه. وبالتالي لو خلينا بقى نبص على الشكل كده بشكل اوضح عشان نشوفه. ده كده الواير روب اللي عندي، زي ما احنا شايفين ده كده الكور اللي احنا اتكلمنا عليه، بيبقى ماده ميتال او سوري ماده قطن مثلا او كتان، بيبقى ايه فيه زيت عشان يعمل لي عمليه لوبريكيشن. ده كده الروب اللي عندي، ده كده واير واحد اللي هو الرفيع ده واير، لما بلفه على بعضه بيعملوا لي ستراندز. طب الفكره في ايه ان انا بعمل الحكايه دي؟ يعني طب ليه ما بستخدمش ودم ميتال، ليه ما استخدمش بار ميتال على طول؟ لان ببساطه بار ميتال على طول، لو استخدمت بار ميتال على طول هيبقى الاي بتاعته كبيره جدا، يعني المودس الفلاستيكي بتاعه بيبقى 205 جيجا سكيل، وبالتالي فرصه انه يتنى صعبه، وبالتالي انا محتاج الواير روبس انها تتنى، لان بطلع ايه بطلع بيبقى مثلا بتلف على بكره زي ما هتشوف، وبالتالي عشان ايه اتنيها، وبالتالي زي ما شفنا بنلففها على بعضها. طب زي ما قلنا ايه الفكره؟ الفكره ان انا بستخدم بلففهم ليه على بعضهم عشان احصل على فليكسبيلتي عاليه، كل ما الفف اكتر يعني عندي وايرز اكتر الففها على بعض واعمل ستانس اكتر، كل ما بيكون الواير عندي فليكسبل اكتر، يقدر يتنى اكتر ما يحصلوش مشكله. وبالتالي كده عرفنا البيسك كونستراكشن، عرفنا ان الوايرز بتبقى الواير صغيره الففها على بعضها تديني سترانس، الستراند دي جواها كور. طب الليز اتلف بقى ده بيلف ازاي؟ في حاجه اسمها ريجولر لي، في حاجه لانكس لي. ايه بقى الريجولر وايه اللانكس؟ الريجولر ببساطه ان السترانز والواير بيلفوا عكس بعض، بمعنى ان انا عندي دلوقتي مثلا ادي الواير، الواير مثلا اللي هي الحاجات الصغيره او الوايرز الصغيره بلففها في اتجاه معين، مثلا في الاتجاه ده لففت الوايرز في الاتجاه ده عملت سترانز، باخد السترانز دي الففها بعكس الاتجاه، مثلا الفف ده في كاونتر كلوك وايز، الفف مثلا سترانز كلوك وايز، يعني بلفف الاثنين عكس بعض، وبالتالي لما بلفف الاثنين عكس بعض ده بيديني شكل ايه او بيديني شيء معين. اللانجز لي العكس، ان انا بلفف الاثنين في نفس الاتجاه. طب ايه عيوب ده وايه ميزه ده؟ الريجولر لي بيديني تحمل اكتر، قوه اكتر، وبالتالي انت لا يمكن تلاقي الاثنين، احيانا بتلاقي كده الحبل عندك بيلف ايه بيفك من بعضه كده،
ايه يتلف كده ايه يفك كده من بعض زي ما تشوف كده ايه بيفك من بعض. وبالتالي في الريجولر ليه ما بيحصلش كده ليه؟ لان الاثنين مفوفين عكس بعض، بس عيبه ان بيبقى عليه ستريس عاليه وبالتالي الشورت تايم يعني ايه بيبوظ بسرعه او بيبوظ بسرعه. لانجز ليه زي ما قلنا السيم دايركشن ميزته ان هو عمره طويل وكمان عمره طويل، دي الميزه بتاعته. لكن عيبه طبعا زي ما قلنا بيلف من بعض الاثنين مرفوفين في نفس الاتجاه، وبالتالي لما الاثنين يلفوا في نفس الاتجاه ممكن مثلا لو مثلا مومنت مثلا اثر عليهم عكس الاتجاه اللي هم المرفوفين فيه ممكن ايه اللفه دي او الرابطه بتاعتهم تتفك. وبالتالي دي مميزاتهم وعيوبهم. عايزين نشوفهم برضو ايه بشكل اوضح، او مثلا الشكل ده اللي عندنا ده، ده كده هتلاقي ده ريجولار ريل. ريجولار ريل اللي هو الاثنين ايه بيبقوا مثلا عكس بعض، هتلاقي الاثنين عكس بعض، هتلاقي مثلا ايه الوايرز هنا مثلا كانها خط مستقيم لان ايه واحده واخده لفه والثانيه واخده لفه عكسها، لكن هنا هتلاقيهم تويستد قوي. التويستد قوي ده لانجز ايه؟ لان الاثنين السترينز والوايرز ملفوفين مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الريجولار ريل واللانجز ريل، عرفنا ايه دي بتبقى رابطه معينه بربط الوايرز بلفها مع بعضها، وبعد كده بلف السترينز بقى الواير دي لما لفتها بلففها كده كسترينز عكس بعض. لكن اللانجز بلفف الاثنين الواير مع في اتجاه والايه والسترينز في نفس الاتجاه. عرفنا الميزات ده وعيوبه، خلينا ايه نكمل الدرس بتاعنا دلوقتي. الواير روبس عشان بختار بيبقى ليها كود معين، يعني انا بختار واير روب حاجه في مثلا ايه باسم معين، الاسم ده عايزين بقى نعرف بيعبر عن ايه. يعني مثلا ما اقول لك واير روب 6 في 19 ايه بقى 6 في 19 ده؟ 6 في 19 ده ببساطه ان انا لو اخدت كروس سيكشن هيظهر عندي، ببساطه لو اخدت كروس سيكشن هيظهر عندي السته ده او الاندكس الاولاني ده بيعبر عن السترينث. يعني ده كده السترينث عندي كام سترينث في الواير روب؟ يعني عندي هنا مثلا ادي 6 يبقى عندي 6 سترينث 1 2 3 4 5 6 19 ده معناه ان السترينث الواحد فيه 19 روب صغير، يعني جوه هنا في السترينث ده فيه 19 روب صغير. وبالتالي لما اقول لك واير 6 في 19 مثلا معناها ان عندي 6 سترينث وكل سترينث فيه 19 واير، 19 واير عندي اللي هو الواير الصغير. طب الابلكيشن بقى بتاعت الواير روبس، الابلكيشن السليكشن بتاعها بيس على الابلكيشن، بمعنى تعال نشوف التيبل ده كده. التيبل ده كده بيقول لي تايب اوف ذا روب، عندي 6 في 7 احنا دلوقتي لسه عارفين يعني ايه 6 في 7، عندي 6 في 19 6 في 37 8 في 19 بقى كل واحد من دول ليه استخدام. يعني مثلا 6 في 7 ماي نولج اللي هو ايه الشحن مثلا في مثلا عندي حاجات بشحنها مثلا في مناجم مثلا برضو ايه نفس حاجه الرفع في الكرينز ترامويز الباور ترانسميشن وجبان الباور ترانسميشن مثلا الجاي وايرز 6 في 19 ماي هويس اللي هي بقى الرفع كار كرينز تريكس اللي هي مثلا الابراج عندي جرافات الفيتورز 6 في 19 6 في 37 كرينز برضو بس مثلا بيبقى حاجات مثلا مختلفه هاي سبيد الفيتورز لو عندي الفيتور بيطلع بسرعه اكبر شويه تستخدم ده، لاحظ ان ده 6 في 37 بيبقى فليكسبل اكتر. وبالتالي كل استخدام من دول ليه تايب روب معين، يعني انا بختار بايه بيزد عليه. وبالتالي دي هي الابلكيشن اللي عندنا. دلوقتي هنتكلم عن الواير روب جيومتري، عايزين ايه شويه كده رموز عايزين نفهمهم عشان ايه هيهمونا جدا في الجزء اللي جاي. عندنا كده مثلا دي ده الدرام عليها ده الروب ده اللود اللي عندي مفيش مشكله. يبقى اول حاجه عايزين نعرفها دي كابيتال، ده دي كابيتال ده اللي هو الدايمتر او المينيموم دايمتر بتاع الدرام اللي هو اقل دايمتر للدرام اللي عندي، او مثلا ممكن يكون اعلى شويه. يعني الدرام دي انا بلفف عليها ايه الواير، وبالتالي الدرام دي اساسا ليها دايمتر، وبالتالي الدايمتر بتاعها ده بنقول عليه دي كابيتال. طب انا بقى لو خدت كروس سيكشن هنا زي ما قلنا هيظهر عندنا ايه الشكل ده مثلا، ده مثلا عندنا مثلا عندنا اربع سترينز مثلا. عندنا بقى عايزين بقى نشوف حاجات، عايزين نعرف ايه دي واير وايه الدي سمول دي. الدي سمول دي بنسميها واير روب سايز، السايز بتاع الواير روب اللي هي ايه شبه كده ايه بنسميها القطر مثلا عندنا، السايز بتاعه اللي هي الدي. ولاحظ ان الواير روب ما بيبقاش المقطع بتاعه مثلا دائري بالظبط، لا مثلا ممكن يكون حاجه مثلا بالشكل ده لو اخدناها بالظبط. طب انا باخد ايه؟ انا باخد المسافه الكبيره اللي هي المسافه دي، دي كده بنسميها دي سمول. طب الدي واير دي الدي دبليو دي اللي هي الدي واير اللي هي الواير دايمتر اللي هو الواير الصغير دي مثلا القطر بتاعه مثلا ده ده الدي واير. وبالتالي يبقى احنا كده عرفنا ايه الفرق ما بين دي كابيتال اللي هي الدرام درام دايمتر، الدي مثلا سمول دي السايز بتاع الواير روب كله، الدي واير دي اللي هي الدايمتر بتاع الواير الصغير ذات نفسه. وبالتالي لما اقول لك الميتاليك اريا بنسميها الاريا ميتاليك دي بيست على ده وده وده وده،
يعني هي الاريا بتاعت الميتالز نفسه، ماليش دعوه بالكور ده، الكور ده ما دخلوش معايا. وبالتالي طب لو انا بقى دخلته معايا، لا بنسميها بقى النومينال اريا، وبالتالي دي لما بدخل الكور بتاعها وبالتالي دي بنسميها النومينال اريا. طب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا بعد كده في الحسابات، هنعرف ان في حاجات ستريس بتبقى بيست على النومينال اريا، وفي ستريس بيست على الواير اريا. وبالتالي لازم اعرف ايه، هعرف دلوقتي ازاي اجيب دي وهجيب ده. خلينا دلوقتي نشوف تيبل عندنا، تيبل ثلاثه مهم. خلينا نشوف التيبل ده بيلخص الخواص اللي هي بتاعت الواير روبس بالنسبه لانواع مختلفه. بمعنى لو عندي واير روب 6 في 7 وعندي 6 في 19 6 في 37، مديني هنا شويه حاجات. ايه بقى شويه حاجات دول؟ اول حاجه هنا مديني الويت، مديني الدي كابيتال اللي هي المينيمم تشيف دايمتر اللي هي الدي كابيتال، مديني الافرج بتاعها. لو مثلا دي كبرت شويه، لو انا بشتغل عليها بشتغل في الغالب على ايه؟ المينيمم دي، دي اللي بتهمني. عندي هنا الستاندرد سايز دي، عندي هنا الماتيريال. الماتيريال ممكن معظم الحواف عندي ثلاث ماتيريال، موتر ستيل بلو ستيل ميد بلو ستيل، وعندي هنا السترينث بتاعها. تعالى كده ايه نشوف كده ايه مثال على وحدهم والايه الباقي هيبقى زيهم اهو. اول حاجه الويت، هتلاقي ان كل الحاجه هنا بداله الدي سمول اللي هي الواير روب سايز اللي هي السايز بتاع الواير روب. وبالتالي هنا الويت 34 من 1000 دي سكوير نيوتن لكل متر. هنا الشيب دايمتر اللي هي الدي كابيتال 42 دي سمول. الافرج شيب 72 دي سمول، ده مثلا اول نوع اللي هو 6 في 7. الستاندرد سايز هتلاقي ان السايز اساسا اللي هو الدي ده ليه رينج معين، يعني انت تشتغل من 5 ل 40، ما تزيدش عن 40 وما تقلش عن 5. عندي هنا بقى ايه لو انا استخدمت ماتيريال مختلفه، لو عندي هنا مونتر ستيل 690، بلو ستيل 600، ميلد بلو ستيل 520. وبالتالي دي الماتيريال اللي انا بقى بختارها وبحدد على اساسها يعني. وخلي بالك هنا يعني طبعا ايه هيبقى نفس الحكايه الروبز اللي بعدها، لازم ايه برضه تبقى عارف الكلام ده. نوت ذا جيفن سترينث سبيس اوف ذا نومينال اريا نوت واير اريا، بمعنى السترينث اللي عندك ده بيست على الاريا النومينال اريا مش على الواير اريا. بمعنى ان انت دلوقتي عندك ادي الكور مثلا، احنا قلنا الواير اريا اللي هي الاريا دي. طب انا لو خدت الكور معايا هتبقى الاريا دي كلها، وبالتالي الاسترس اللي عندك ده بيست على الاريا دي كلها. طب الاريا دي كلها بتساوي ايه؟ الاريا دي بتساوي باي على 4 دي سكوير، دي سمول سكوير، دي الاريا النومينال اللي هي بيست عليها الاسترس ده. لكن بقى لو انا اخترت الاريا بقى الميتاليك هيبقى فيه سترينث تاني اللي هو الالتيم سترينث، ده اللي هيبقى بيزد عليه. وبالتالي السترينث ده لو بستخدمه بستخدم معاه المساحه دي الاريا دي باي على 4 دي سكوير اللي هي النومينال اريا، الاريا بتاعت كله بالكور بالواير روب، مش بستخدم معاه الميتاليك اريا. دلوقتي بقى ايه هنخش بقى شويه الحسابات بتاعتنا ونعرف الستريسز اللي على الواير روب اللي عندنا. دلوقتي هندرس الستريسز اللي موجوده على الواير روب اللي عندنا. دلوقتي لو عندنا مثلا ايه، عندي درام بالشكل ده، عندي هنا روب، الروب ده عليه لود، وانا عندي هنا فورس برفع بيها اللود ده. انا دلوقتي عايز اعرف الفورس دي قد ايه، يعني ايه اللي هي الفورس اللي بتاثر عندي على الواير روب عشان اقدر احسبها، وبالتالي اقدر اعمل ديزاين للواير روب ده. اول حاجه عندنا تيجي في بالنا التنشن، مع شدود ان ده كده الواير روب، فروب مثلا على اساس اللي عليه تنشن. وبالتالي اول حاجه اف تنشن او اف ستاتيك، اف تنشن او اف بيساوي اف ستاتيك. الستاتيك تنشن، التنشن ناتج ايه؟ ناتج عندي اللود هنا، ده لود عندي بيشد لتحت، وبالتالي رد فعله شد تاني، وبالتالي الشد ده هيبقى عندي اللود. طب خلي بالك ان هنا اللود ده لو مثلا شايله بكذا حبل، لو شايله بكذا حبل وبالتالي اللود ده هيتقسم على عدد الحبال اللي عندي، وبالتالي اقدر اقول ان اف ستاتيك دي اللي هي الستاتيك تنشن بتساوي الويت على ان، حيث ان دي عدد الروبس، ان انا ممكن اشيل اللود ده واير روب واحد او واير روب واحد واير روب اثنين بثلاثه باربعه. يبقى دي كده اول حاجه عندنا، يبقى عندنا اول حاجه تنشن نتيجه اللود اللي عندي، يبقى عندي اي لود عليه تنشن ايه بالشكل ده بيسمي تنشن. بالاضافه ان عندي الجزء مثلا ده من اول هنا لحد هنا ده، لو مثلا الواير روب اللي عندي ده تقيل زي ما قلنا ده ميتاليك، وبالتالي الميتاليك ده بيبقى تقيل شويه، وبالتالي اللود ده او الويت ده بيخش عندي في الحسابات، وبالتالي زائد ويت اوف روب، يعني الويت بتاع الروب ده بيخش معايا. طب الويت ده اللي هو انه اللي هو الجزء ده اللي هو الليفت ذات نفسها، يعني بشوف مثلا برفعه قد ايه، وبالتالي بشوف انا عايز جبت التيبل اللي عندي ده كان بيديني الويت نيوتن لكل متر، وبالتالي لما اجيب ويت نيوتن لكل متر اضربه في الليفت بتاعتي اللي هي مقدار الرفع اللي بيرفعها مثلا عندي، بيرفعه قد ايه مسافه كام متر، يديني الويت بتاع الروب اللي هو الجزء المتحمل اللي متشال مثلا الفيرتيكال اللي عليه الويت. يبقى كده اول حاجه عندنا اف ستاتيك مكونه من اللود اللي عندي بقسمه على عدد الحبال زائد الويت اوف ذا روب اللي هو الجزء اللي هو ايه الفيرتيكال في الروب، اللي هو ببساطه الويت سبيسيفيك ويت نيوتن لكل متر بضربه في الليفت بتاعتي. الليفت بقى يبقى عارفها يعني
واشوف ده كده هيترفع مسافه قد ايه. تاني حاجه عندنا او تاني لود عندنا ممكن نفكر فيه ان لو الحركه الذكر دي بتتحرك وبالتالي بتتحرك باكسلريشن وبالتالي ممكن يبقى عندي دايناميك لود. يبقى تاني حاجه عندي اف دايناميك. اف دايناميك ببساطه لان ده بحركه وبالتالي ممكن يبقى فيه اكسلريشن وبالتالي فيه انرشيا فورس. طب الاف دايناميك بتساوي ايه؟ بتساوي اف ستاتيك على جي في الاكسلريشن اللي هتبقى عندي. يعني ببساطه بحول الاستاتيك فورس ديه لايه؟ لكتله. وانا عارف ان الانرشيا فورس ماس اكسلريشن. الاكسلريشن دي اللي بيتحرك بيها ايه؟ بيتحرك بيها الحبل. هبقى عارفها مثلا او اقدر احسبها من كونديشن معين. مثلا اديني سرعه مثلا وصلت من كذا لكذا في مسافه معينه. اخش قوانين العجله بحركه منتظمه احسب مثلا الاكسلريشن. تمام؟ وبالتالي هبقى عارف الايه؟ اقسم اف اس على جي احولها لكتله، كتله في اكسلريشن يديني الدايناميك فورس. يبقى تاني فورس عندي اف دايناميك. طب تالت حاجه عندي، تالت حاجه عندي مش الجزء ده كده اللي هنا ده بيتنى. طب ميتال بيتنى، بيتنى يبقى عليه ايه؟ يبقى عليه بندنج. وبالتالي تالت حاجه عندي اف بندنج. واف بندنج دي زي ما احنا ايه بيبقى ليها تعامل في الاستريس مختلف. يعني ايه؟ بيبقى مثلا ادي ستريس مثلا الاثنين ابي، يعني مثلا نورمال ستريس بيبقى مثلا بندنج ستريس وتنشن ستريس، بس ده بيبقى ليه قانون وده ليه قانون. عشان يريحك من الحسبه دي هتلاقي ان اف بندنج دي حولتها لتنشن فورس. يعني البندنج دي حولتها لتنشن فورس هضيفها مع الفورسز دي بقانون هنشرحه دلوقتي. رابع حاجه عندنا هنا في كونتاكت. معنى ان هنا في بندنج قلنا بالاضافه في كونتاكت، الدرام والميتال في ما بينهم كونتاكت، وفي في بيرنج ستريس. بالاضافه ان الجزء ده لو انا بحركه هيبقى الجزء ده مثلا هنا متني، هيبقى هنا مثلا ايه مشدود، وبالتالي بيوصل عليه بندنج وبعد كده بيبقى عليه تنشن بس، وبالتالي في فاتيك. فاتيك زائد كونتاكت. فاتيك زائد كونتاكت دول بعمل عليهم تشيك. هنشوف دلوقتي التشيك ده بيساوي ايه. يعني ببساطه كده يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى الفورسز الاساسيه اللي عندنا عندي اف ستاتيك، اف دايناميك، واف بيندنج. بالاضافه يبقى عندي فاتيك وكونتاكت في تشيك بعمله عليهم بالاضافه. يبقى انا عندي كده يبقى اف توتال بتساوي اف ستاتيك زائد اف دايناميك زائد اف بيندنج. دي كده التوتال تنشن فورس اللي على الواير روب اللي عندي. طب ايه بقى معادله الديزاين بتاعتي؟ معادله الديزاين بتاعتي بتقول لي ان اف توتال على الاريا ميتاليك، على الميتاليك اريا اصغر من او تساوي الالتيميت ستريس على الفاكتور اوف سيفتي. يبقى الالتيميت ستريس مش الايلد ستريس اللي احنا ايه خدناه في التيبلز. ليه؟ ان انا بتعامل الاريا ميتاليك. الاس التيميت ببساطه ب 1100 ل 1300 لو انا بستعمل ماتيريال بلو ستيل، ال 1400 ل 1600 لو بستعمل مونتر ستيل. وبالتالي يبقى انا كده عندي اريا ميتاليك واريا عاديه. طب انا بقى لو عايز استخدم بقى ايه الاستنس اللي خدناها في التيبل اللي هي ايه الصغيره شويه اللي هي بيست على النومينال اريا، يبقى ببساطه يبقى انا هقول يبقى اف تي على الاريا العاديه بتساوي الاس ييلد على الفاكتور اوف سيفتي. الاس ييلد دي اللي احنا ايه اخدناها شفناها في التيبلز، بس الاريا دي مش هتبقى الاريا ميتاليك، لا هتبقى النومينال اريا اللي هي باي على 4 دي سكوير. يبقى خلي بالك انا بستخدم ايه؟ اريا ميتاليك ولا الاريا دي؟ طب الاريا ميتاليك دي بتساوي ايه؟ هنشوف دلوقتي ايه حساباتها بتساوي ايه. دلوقتي احنا ايه اتكلمنا هنا وشرحنا الاستريسز او الفورسز اللي بتاثر على اللي عندي معادله ايه الديزاين، بس في حاجات ثانيه احنا ما وضحناهمش. البندنج فورس دي بتساوي ايه؟ والتشيك ده بيعمله ازاي؟ دلوقتي هنشرح الاثنين دول. اول حاجه البندنج فورس دي بحولها او التحويله دي بتساوي قانون كي في اي، يعني الاف بندنج كي في اي دي دبليو دي دبليو على دي في الاريا ميتاليك. تعالى بقى نشرح ايه كل حاجه من دول. الكي ده بنسميه سيرفيس فاكتور. سيبك كده ايه السيرفيس فاكتور اللي اخدناه في البيرد. طب ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي 3 على 8. ده اكسبيرمنتال مينجو 3 على 8. لو انا بعمل الواي روب ده لاي ابلكيشن، يعني الابلكيشنز العاديه كلها اللي هي الكرينز مثلا يعني بس ايه الكرينز الحاجات كلها اللي بستخدم فيها الواي روب ما عدا الاليفيتورز المصاعد باخد الكلام ده بواحد ليه كسيفتي اكتر. كل ما بزود الفرصه اللي انا بصمم عليها كل ما باخد سيفتي اكتر. وبالتالي لو انا بعمل ديزاين لواير في اليفيتور باخد ده بواحد، اي ابلكيشن تاني باخده على 3 على 8. الاي ده المودلس وفي الاستيستي اللي هو احنا عارفينه ب 205 جيجا سكيل في حاله السكيل عادي. بس خلي بالك انا هنا بحسبه للواير روب. واير روب يعني في كور وفي حاجات ايه سترينث وفي حاجات بتلف على بعضها، يعني ببساطه هيقل شويه وبالتالي هو بيساوي 80 جيجا سكيل. طب قل منين؟ زي ما قلنا احنا ايه خليناه فليكسبل اكتر، وبالتالي لما زودنا الفليكسبيلتي بتاعته معناها ان المودلس اوف الاستيستي بتاعه بيقل، ان المودلس اوف الاستيستي بيعبر عن مقاومه الماده للانحناء او مقاومه الماده للتشكل. وبالتالي لما بيكون عندي واير روب عادي او روب مثلا او بار عادي ده المودلس اوف الاستيستي بتاعه 205 جيجا بس كان مفيش مشكله. لكن لما بيكون عندي واير روب في كور من جوه وملفوف على بعضه فليكسبل بيقل شويه بيوصل 80 جيجا بس كده.
دي دبليو على دي اللي هي النسبه ما بين الواير روب ذات نفسه الصغير على دي اللي هي الدرام. طب النسبه دي مفيده في ايه؟ النسبه دي مفيده ان كل ما دي على دي دبليو تكون كبيره كل ما يكون مثلا الجزء ده صغير، يعني كل ما الدرام دي تكون كبيره كل ما الجزء المدهي ده يصغر. طب ده بيفيدني في ايه؟ ده بيفيدني انه بيقلل البندنج ستريس، ان البندنج ستريس ده بيعتمد على الجزء المدهي ده، فكل ما كنت الجزء ده صغير كل ما البندنج ستريس يقل عندي، فبالتالي الاف بندنج دي تقل عندي، وبالتالي دي على دي دبليو دي هيبقى مديني معلومات عنها ان هي مثلا مديها لي جيفن، او مديني معلومات اقدر احسبها، او مثلا بتتفرض في حدود من كام؟ دي على دي على دبليو 800 ل 1000، يعني دي كابيتال على دي دبليو سمول بتبقى من 800 ل 1000 حاله ايه؟ بالذات 1000 حاله الاليفيتورز، بحاول اقللها على قد او بحاول اكبرها على قد ما اقدر. طبعا لما بتتقلب دي سمول على دبليو اللي هي في القانون عندنا مش دي كابيتال على دي، لا دي دبليو على دي كابيتال بتتقلب. الاريا ميتاليك دي اللي احنا ايه شرحناها اللي هي الاريا بتاعت الميتال ذات نفسه. وبالتالي الاريا ميتاليك دي احنا ما اتكلمناش عليها، احنا عارفين الاريا العاديه باي على 4 دي سمول، دي سمول يعني باي على 4 دي سمول. طب الاريا ميتاليك، الاريا ميتاليك بتساوي 35% دي سمول سكوير، يعني 35% تضربها في الدي تكبيع بتاع السايز بتاع ايه الواير روب بتاعي. طيب باي على 4 دي سمول طبعا بتساوي باي على 4 دي واير سكوير في ان 1 في ان 2 ببساطه، يعني ايه القانون ده هو القانون ده، بس ايه بقى ده كده بمعلوميه السايز. لو انا عندي السايز اقدر 35% في دي سمول سكوير اقدر احسب الاريا ميتاليك بتساوي كمان. لو انا عارف بقى الواير روب ذات نفسه القطر بتاعه قد ايه، مش هقدر اقول ان هي مساحه الروب الواحد او الواير الواحد في عدد الروبس كلها. طب عدد الروبس كلها مثلا لو عندي 6 19، مش هقدر اقول ان الروبس كلها 19 واحد ده في الستراند الواحد، لما يكون عندي 6 ستراند يبقى اضرب 19 في 6 وبالتالي يديني عدد الروبس كلها اللي موجوده في الواير روب اللي عندي، وبالتالي ان 1 ده مثلا اللي هو 6 ان 2 ده اللي هو 19، وبالتالي اقدر اقول ان هي بتساوي القانون ده لو عندي السايز بتاع الواير روب، او بتساوي باي على 4 دي دبليو سمول سكوير اللي هي مساحه الروب الواير الواحد في ايه في عدد الروبس كلها اللي هي ان 1 في ان 2. يبقى دي كده ايه برضه حاجه عندنا. طب انا بقى لو عايز احسب الدي دبليو دي اللي هي الواير دايامتر اللي هي الدي دبليو دي بمعلوميه السايز بتاع الواير روب، احسبها منين؟ احسبها من القانون ده، ان الدي واير سمول بتساوي الدي اللي هي السايز بتاع الواير روب على 1.5 جذر 2.1 في ان 2. يعني انا لو عندي مثلا 6 في 19 مثلا يبقى اقدر اقول ان الواير روب دايامتر بتساوي الدي اللي هي السايز بتاع الواير روب على 1.5 جذر 6 في 19. يبقى انا كده من القوانين دي قدرت اعرف الاريا ميتاليك احسبها ازاي، وقدرت اعرف الواير روب الواير ذات نفسه الدايمتر بتاع الواير ذات نفسه بحسبه ازاي من القانون ده بمعلوميه السايز بتاع الواير روب اللي عندي. طيب انا كده عرفت البندنج فورس ازاي بحسبها، فاضل ان انا احسب ايه؟ اعمل التشيك اللي قلنا عليه في الفاتيج والبيرنج. التشيك ده بيقول ايه؟ بيقول طبعا احنا ايه شرحنا ديت ايه، عرفنا ايه بتيجي عرفنا ايه الحاجات بتاعتنا. التشيك بتاعنا بيقول ان بي على اس التيمت اصغر من 1 من 1000. ايه بقى الكلام ده؟ ده التشيك اللي احنا بنعمله عشان ايه نقول ان ده سيف اجينست فاتيج اند بيرنج. بي ده اللي هو البريشر، بريشر بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 2 اف ستاتيك اف دايناميك على دي في دي كابيتال في دي اللي هي سمول بتاعت ايه الواير سايز. يعني ببساطه بحسب بي ده واشوف الالتيميت ستريس. الالتيميت ستريس احيانا بيكون منجم معين من 1400 ل 1600 مثلا ايه في نوع معين من الستيل، سواء مونيتور او ايه او بيل ستيل، حسب ايه الستيل اللي انت تستخدمه او بلو ستيل. وبالتالي انا دايما هاخد الاصغر، يعني دايما هشتغل على القيمه الاصغر عشان امن نفسي. وبالتالي لما باخد الاصغر يبقى بشوف ده على ده، لو اصغر من 1 من 1000 يبقى كده ايه ده سيف، لو مش اصغر يبقى كده ده لا مش سيف، لازم ايه اغير في المسافه في الدايمتر بتاعه او السايز بتاعي. طب البي دي بي دي 2 في مجموعه 2 فورسز، اف ستاتيك اللي هي الستاتيك فورس زي الدايناميك فورس، بمعنى ان انا مش باخد البندنج معايا، لا انا باخد الستاتيك فورس بس والدايناميك فورس معايا، مقسومين على دي كابيتال اللي هي الدرام دايمتر في الدي سمول اللي هي الروب بتاعي او السايز بتاع الواير روب بتاعي اللي هو دي سمول. وبالتالي ده كده التشيك اللي انا بعمله على الفاتيج. يبقى انا دايما في الديزاين بتاعي بعمل حاجتين، بعمل تشيك على المعادله دي اللي هي الاف توتال على الاريا بتساوي الاس يد على الفاكتور اوف سيفتي، او مثلا اس التيمت على الفاكتور اوف سيفتي، بس خلي بالك من الاريا اللي انت بتستعملها. في الاس التيمت بستعمل اريا ميتاليك، في الاس يد بستعمل الايه النومينال اريا اللي هي باي على 4 دي سكوير. تاني حاجه بعمل تشيك على ايه؟ بعمل تشيك على ده على الفاتيج والكونتاكت ستريس.
ان انا ايه بعمل تشيك على ايه على القانون ده، لو بيع الاس التيمت اصغر من 1 من 1000 يبقى ده سيف. طب طبعا جاي منين؟ جاي ايه يعني، احنا وفرنا عليه حسابات البيرنج وحسابات الكلام ده باكسبيرمنتس ان احنا ايه قدرنا نعمل نطلع العلاقه دي. وبالتالي في الديزاين بتاعي عندي حاجتين، بعمل ديزاين على الايكويشن الاولانيه اللي هي اف تي على الاري على الاريا ميتاليك والاس التيمت فاكتور اوف سيفتي، او مثلا ايه زي ما قلنا دي ليها وجهين، اف توتال على الاريا ميتاليك او اف توتال على الاريا نومينال، بس خلي بالك انا بستعمل اس سيت هنا بستعمل اس التيمت. وبعمل برضو ايه بعمل ديزاين على المعادله دي، يبقى من المعادلتين دول انا بعمل ديزاين بتاعي. وبالتالي لو عندي مثلا بختار دي يبقى انا اشوف دي اكبر اللي هيطلع لي وايه وده اللي اختارها، مثلا هطلع دي من المعادله الاولانيه وهطلع دي مثلا من المعادله الثانيه، ودي الاكبر هو اللي هشتغل بيه. نفس الحكايه لو فورس، لو انا بقى في فورس معينه بقى اللود مثلا بختاره يبقى اللود الاقل هو اللي هشتغل عليه من المعادلتين. يبقى دايما في الديزاين عندي هنا هيبقى عندي معادلتين، معادله فاتيج وكونتر اللي هي المعادله دي اللي تشيك ده، ومعادله اللي هي الاستاتيك اللي هي الثلاثه فورسز اللي انا بحسبها. اخر حاجه عندنا في الشرح في الدرس ده حاجه بنسميها الفورسز اللي بتبقى عندنا مثلا على اخر حاجه عندنا ده عندي لود بالشكل ده مثلا، فعندي هنا طرفين حبل، حبل جزء عليه ده اللود اللي عندي، وادي مثلا الجزء الثاني عليه فورس اللي انا بشد بيها اللي انا ايه بشد بيها، يعني برفع مثلا ده كده، فبالتالي الفورس دي بتشد معايا. وبالتالي احنا ايه كنا في لو في ايه في قبل كده كنا بنقول مثلا بنساوي مثلا ده بشويه حاجات من هنا لود وويت وكده، فانا على اساس مثلا للتسهيل هنجلكت الويت بتاع اللوب اللي عندي اكتر من الوزن بتاعه. في الحقيقه دي كنت بقول لك ان اف ستاتيك بتساوي ايه؟ ان اف ستاتيك كانت بتساوي اللود اللي عندي او على حسب عدد البوبس اللي عندي. تمام طب كده مفيش مشكله، بس ده في حاله ان دي ثابته، يعني لو دي ثابته كده الاثنين ثابتين على بعض كده ده هيساوي ده من البالانس مفيش مشكله. يبقى في حاله الاستاتيك لود ان ده ما بيتحركش كده او دي ما بتلفش ده هيساوي ده. طب في حاله الروتيتنج يعني دي لو بتلف وبالتالي ده بيتحرك وبالتالي هيخش معايا فريكشن، يعني ده كده بيلف شبه كده فكره الباند بريك، ده كده ايه بيتحرك في حركه وده كده ايه بيطلع، وبالتالي نتيجه الفريكشن ده بيبقى اللود هنا على الحبل ده اعلى من الجزء ده بسنه صغيره، يعني الاثنين مش بيساووا بعض بالظبط. وبالتالي هقول بقى ايه ان اف بتساوي سي في اللود اللي عندي، سي ده ايه بيكون اكبر من واحد شبه كده ايه كنا بنقول فكره الباند بريك اف 1 على اف 2 بيساوي نسبه معينه ايه سميو سي ده، برده هنا ايه السي ده بنسميه التشيب كوفيشن، معامل التشيب بتاعك بيعتمد على الدرام بتاعتي اكتر، والتشيب ده بيكون اكبر من واحد وده ايه بيعتمد على البيرنج فريكشن، في هنا فريكشن ما بين الروب وما بين التشيب اللي عندي وبالتالي في فريكشن ما بينهم وبالتالي ده بيكبر لي الاف اللي هنا. طب الاف ده او السي ده بجيبه منين؟ السي ده بيبقى جيفن عندي للدرام دي او للتشيب دي بيبقى جيفن عندي، يا اما ايه في تيبل بحسبه منه تيبل اهو ده بيبقى بيزد على ايه السي، يعني البيز ده بيزد على الدي اللي هي السايد بتاع الواي روب، لاحظ ان كل حاجه ايه هنا بيزد على الدي سمول ده، وبالتالي دي لما يكون 10 6 91 من 100، 15 165، 20 15 من 100، 25 14 من 100. وبالتالي الدي ده ممكن يا اما لو اكون مثلا ايه عندي مثلا مديني تيبل على حسب الدي ده اقدر احسبه، او مثلا هو في الغالب بيقول لي على طول بيقول لي السي مثلا بتاع التشيب ده بكذا، وبالتالي اقدر اقول ان اف هنا بتساوي السي في الدبليو ده، يعني الاف دي كبرت شويه. دي كده كانت اخر حاجه عندنا في درس الواي رو. دلوقتي بقى ايه هشوف مسائل على الكلام ده عشان ايه نقدر نطبق ونفهم. دلوقتي هنشرح مساله عندنا، مساله هي مساله ديزاين. المساله بتقول لنا select a wire loop for elevators having lift of 200 متر، يبقى اول حاجه الليفت بتاعته 200 متر يبقى المسافه اللي هيطلعها الحبل 200 متر. The elevator reaches maximum speed of 5 متر على الثانيه، يعني هو بيوصل لماكسيمم اقصى سرعه عنده في 5 متر على الثانيه في 15 متر، يعني بيبقى ابتدي يتحرك لحد ما يوصل 5 متر على الثانيه الكلام ده بيحصل في 15 متر. طب المعلومه دي هتفيدنا في ايه؟ في الاكسلريشن، يعني كده عرفنا ان ايه دي اكسلريشن. The cage weights يبقى القفص نفسه بتاع المصعد بتاعنا 11 كيلو نيوتن، يبقى الوزن بتاعه 11 كيلو نيوتن. And the passenger 9 كيلو نيوتن، والركاب اللي هيبقوا فيه او الحاجات اللي هتبقى فيه 9 كيلو نيوتن. Assume factor of safety. يبقى احنا عايزين نعمل ديزاين لواير روب. الواير روب ده الليفت بتاعته 200 متر، يبقى اول حاجه خلينا نكتب الجبس بتاعته، يبقى اول حاجه الليفت بتساوي 200 متر. طب الليفت بنستفيد منها في ايه؟ بنستفيد منها نحسب الويت بتاع الروب. عندنا الماكسيموم سبيد الفي ماكسيموم بتساوي 5 متر على الثانية ان 15 متر، وبالتالي من المعلومة دي هقدر استفيد ان انا احسب الاكسلريشن. ومديني الويت واحد اللي هو الويت بتاع القفص نفسه 11 كيلو نيوتن، والويت اتنين اللي هو بتاع الركاب 9 كيلو نيوتن.
يبقى كده دي ايه المعلومات اللي عندي، ومديني الفاكتور اوف سيفتي يساوي 10 ونص. لاحظ القيمة الكبيرة جدا، لان احنا بنتكلم على مصاعد، وبالتالي زي ما قلنا لازم المصاعد يكون الفاكتور اوف سيفتي بتاعها عالي جدا. يبقى التالي ايه المسألة بتاعتنا كده، هنمشي خطوة خطوة هنشوف احنا هنعمل. احنا ديزاين معناه السيلكت بتاعنا، يبقى احنا هنختار نوع واير روب وهنختار السايز بتاعه، يعني هنختار الدي بتاعه، هنبقى عارفين كل المعلومات بتاعته. طبعا في علاقات ما بين الدي والدي دبليو والدي كابيتال، فاحنا ايه حنين لو عرفنا الدي بس نقدر نجيب الباقي. وبالتالي خلينا كده نوضح المسألة. يبقى كده الواير روب بتاعنا دي الطارة مثلا اللي هتشيله، ده الويت اللي عندنا اللي احنا هنرفعه، وبالتالي ده بيبقى الواير روب، وده الويت اللي عندنا. وبالتالي انا ممكن اشيله بحبل، باتنين، بتلاتة. طبعا كل ما اقل عدد الحبل كل ما يكون الدي بتاعي ده هيكون كبير، وبالتالي انا اللي بتحكم في عدد الان ده، او وبالتالي اقدر اتحكم في الدي. فكل اللي هنعمله ان احنا هنجيب معادلات، تمام، هنقعد نحسب الاف ستاتيك والاف دايناميك والاف الاستاتيك والدايناميك، وهنحسب كل حاجه، وفي الاخر هيبقى بدلاله فانكشن في ان ودي. يعني كل ده هنجيب معادله ما بين ان ودي، وهنفرض واحد ونجيب التاني، يعني نفرض الدي ونجيب الان، يا اما نفرض الان ونجيب الدي. فده اللي احنا هنعمله في كل اللي هيحصل دلوقتي. يبقى اول حاجه اخش التيبل، في تيبل اللي احنا ايه شرحناه في الاول في الابلكيشنز، اشوف الابلكيشن بتاع الاليفيتور، واختار اول حاجه نوع ان واحد في ان اتنين، يعني هختار نوع واير روب هشتغل بيه. فانا هختار 6 × 19 بلو ستيل، يبقى انا هختار نوع 6 × 19 بلو ستيل. ده كده ايه اخترت النوع بتاع الواير روب بتاعي، لسه بقى ايه ما حددتش السايز بتاعه. وبالتالي لما بخش التيبل بتاعه بقى بتاع السايز بتاع 6 × 19 ده بتاع البلو ستيل، بطلع شويه حاجات منها ان الويت بتاع الحبل بتاعي او بتاع الروب بتاعي بيساوي 36 من 1000 دي سكوير. بلاقي برضو ان دي على دي المينيموم اللي هي اقل قطر للتشيف اللي عندي بتساوي، اللي هي نسبة بين دي مينيموم على دي بتساوي 30. يبقى النسبة دي اقل نسبة، لو زادت عنها مش مشكلة، لكن النسبة دي اقل نسبة عشان ايه، زي ما قلنا عشان ما يحصلش نقلل البيرنج او نقلل البندنج ستريس. وعندنا الاس يلد بتساوي 640 ميجا باسكال بيست على النومينال اريا اللي هي باي على 4 دي سكوير، مش بيزد على الميتاليك اريا. وبالتالي نبدا بقى نخش بقى في شغل الحسابات بتاعتنا. احنا عارفين ان الفورس اللي احنا بنشتغل بيها او الفورس اللي احنا بنعمل عليها ديزاين اف توتال ثلاث حاجات، اف ستاتيك زائد اف دايناميك زائد اف بندنج. هنجيب كل واحده من دول بدلاله الدي والان، وفي الاخر خالص هنوصل لمعادله هنقارن بينها ده وده هيدينا معادله ان ودي، ده اللي هنعمله دلوقتي. يبقى اول حاجه هقول الاستاتيك اف ستاتيك بتساوي ايه، اف ستاتيك بتساوي الويت التوتال اللي عندي على عدد الروبس زائد الويت اوف روب. طب تعالى نعوض، يبقى اف ستاتيك هتساوي الويت اللي عندي اللي هو وزن الكي جي بتاعي ووزن الباسنجرز اللي عندي، يبقى 11 + 9 على ان في 10 × 3 لان هما بالكيلو نيوتن، فاحنا هنحولهم لنيوتن. يبقى دي كده اف ستاتيك زائد الويت بتاع الروب اللي هو ببساطة 36 من 1000 دي سكوير في الليفت اللي عندي، لان ده كده ايه، لان اللي بتطلعه ده الويت اللي هو لكل متر نيوتن لكل متر، احنا عايزينه ايه الويت الابسوليوت، وبالتالي هضربه في الليفت بتاعتي اللي هي 200 متر، هضربه في 200. هتيجي تحسب الكلام ده هيطلع لك ان اف ستاتيك هتساوي 20,000 على ان زائد 7.2 دي سكوير. يبقى دي كده اول ايه، اول ايكويشن عندنا. تعالى بعد كده نخش على الايكويشن بتاعت البندنج، اف بندنج بتساوي الكي اي دي دبليو على دي كابيتال مضروبه في الاريا ميتاليك. تعالى كده ايه نقول كل واحد انه بيساوي كام، كي هيساوي 1، ليه؟ لان ده اليفيتور، قلنا الاليفيتور بيبقى بواحد، دي الحاجه الوحيده اللي بيبقى بواحد، غير كده بيبقى 3 × 8. الاي بيساوي 80 جيجا باسكال، لان الماتيريال كلها بتبقى ستيل بس بيختلف درجات الستيل، بس انا باخده ايه 80 جيجا باسكال كنومينال، طبعا ايه نحوله لميجا باسكال، ما تنساش اضرب 10 × 3. الدي دبليو على دي يا اما بتبقى جيفن
يا اما انا بفرضها. احنا ايه في حاله الاليفيتورز؟ ان اليفيتورز دي على دي دبليو تقترب من 800 لحد 1000، يعني بتاخدها ل 800 لحد 1000، زي ما قلنا كل ما تكون كبيره كل ما يكون احسن عشان تقلل البيننج ستريس، وبالتالي احنا هناخدها 1000. يبقى بالتالي احنا هنفرضها ان دي على دي دبليو ب 1000، وبعد كده نشيك على الكونديشن ده اللي هو فين الكونديشن اللي احنا قلناه اهو، الكونديشن بتاع الدي على دي منه، يعني في الاخر بعد ما نطلع ده هنطلع الدي دبليو، نجيب الدي بيزد على النسبه دي، نشوف الدي دي هل دي على دي اللي احنا هنطلعها ونحسبها بعد شويه هل اكبر من 30 ولا اقل من 30. اقل من 30 يبقى احنا الشغل اللي عملناه ده مش مظبوط، لو اكبر من 30 مفيش مشكله لان ده دي مينيمم على دي، يعني ما يقلش عن كده النسبه دي، ما تقلش عن كده. خلي بالك ده دي على دي اللي هو السايز، هنا يعني ده دي على دي دبليو اللي هو الدي بتاع الواير ذات نفسه، خلي بالك من الحاجات دي. يبقى نكمل نعمل تعويض، يبقى اف بيندنج بس في مشكله، يبقى احنا كده اسيوم دي على دي دبليو بيساوي 1000، وبالتالي مقلوبه 1 من 1 مفيش مشكله. لكن فاضل لنا الاريا ميتاليك، يبقى في الاريا ميتاليك تعال نكتب قانون الاريا ميتاليك بتساوي ايه. الاريا ميتاليك بتساوي واي على 4 دي دبليو تربيع في ان 1 في ان 2 اللي هو ان 1 اللي احنا شرحناهم اللي هو عدد السترينث في عدد الوايرز اللي عندي، ودي دبليو دي ليها قانون، دي دبليو احنا قلنا اللي هي الواير دايمتر بتساوي دي على 1.5 جذر ان 1 في ان 2 ده، ان 1 في ان 2، وبالتالي لما اعوض بالكلام ده يعني لما اعوض بكل ده كده في المعادله بتاعت الاف بندنج هيطلع ان اف بندنج هيساوي الكي اللي هو بواحد في الاي 80 في 10 اس 3 في واي على 4 قوس دي دبليو، ده هعوض هنا بدلات ده دي على 1.5 جذر ان 1 اللي هو 6 في 19 في عدد اللي هو بتاعهم اللي هو 6 في 19 عشان اجيب الاريا ميتاليك بتاعت الوايرز كلها، وبالتالي لما اعوض بالكلام ده كله واحسبه هيطلع لك ان اف بندنج هتساوي 28 دي سكوير. دي كده المعادله رقم 2 عندنا. يبقى انا ايه هعوض في كل ده كده، كل دي كده ارقام عندي ما عدا دي، طبعا هنا نسيت احط سكوير بس اسف، يبقى هنا ايه نحط هنا سكوير، يبقى لما تعوض عن كل ده هيطلع لك في الاخر بدلاله دي سكوير. يبقى دي كده الايكويشن رقم 2 اللي عندنا. تعالى نكمل، فاضل لنا الديناميك فورس اف دايناميك بتساوي اف ستاتيك على جي مضروبه في الاكسلريشن. طب اف ستاتيك احنا حسبناها من الخطوه الاولانيه والجي معروفه 9.8، فاضل الاكسلريشن. الاكسلريشن اجيبها منين؟ ببساطه قال لي ان في ماكسيموم بتساوي 15 متر على الثانية في مسافة أو مسافة S بتساوي 5 متر، ولا العكس يبقى الـ V maximum 5 متر على الثانية في مسافة 15 متر. طيب وبالتالي يبقى في الحالة دي الإليفيتور هيطلع من الثبات، وبالتالي الـ V note بتاعته بزيرو، يبقى V note بتساوي صفر. يبقى نروح بقى نعوض في قوانين الحركة بعجلة منتظمة اللي بتقول إن V square بتساوي V note square زائد 2 اي اس، في نود السرعه الابتدائيه الاكسلريشن عندنا الاس دي المسافه اللي بيقطعها، وبالتالي اعوض هنا هيبقى عندي 5 سكوير بتساوي 0 زائد 2 في الاكسلريشن اللي عندنا في 15. لما اتعوض بالكلام ده هيطلع لك ان الاكسلريشن هتطلع تقريبا 83 من 100 متر بير سكند سكوير. يبقى دي كده الاكسلريشن اللي عندنا، وبالتالي ابقى اعوض بقى في الاف دايناميك، اعوض بالقانون ده اجيب الاف ستاتيك اللي انا جبتها من الاول نقسمها على 9.8 كده اضربها في القيمه دي هيطلع لك ان الاف دايناميك هتساوي 1694 على ان زائد 6 من 10 دي سكوير، دي رقم 3. لما تبقى تقول بقى الاف توتال اللي هي السميشن بتاع كل ده كده 1 و2 و3 هيطلع لك ان اف توتال هيساوي اف توتال، هيطلع لك في الاف، يبقى هيطلع عندك الاف توتال، هيطلع ان الاف توتال عندك 21694 على ان زائد 35.8 دي سكوير. دي معادله كده للاف توتال. طب تعالى مش قلنا ان اف توتال
على الاريا النومينال بتساوي الاس اي على الفاكتور اوف سيفتي. تمام جدا. يبقى اقدر اقول ان اف توتال بتساوي الاريا بتاعت اللي هي باي على 4 دي سكوير، طبعا وديت الاريا الناحيه الثانيه، في الاس اي اللي هي 640 على الفاكتور اوف سيفتي اللي هو 10.5. المعادله دي هيبقى فيها دي وان، والمعادله دي هيبقى فيها دي بس. وبالتالي لما اجيب المعادلتين جنب بعض هيطلع عندي المعادله اللي انا هكتبها دلوقتي اللي هي 21694 على ان زائد 35.8 دي سكوير بيساوي، طبعا هضرب الطرف ده كده في بعضه هيطلع عندي بيساوي 47.87 دي سكوير. اجيب الدي لوحده والان لوحده هيطلع لي في الاخر المعادله الاخيره اللي هي 21694 على ان بيساوي 12.7 دي سكوير. يبقى انا كده وصلت للايكويشن اللي انا التارجت بتاعي، معادله ايكويشن في دي وان. وبالتالي انا هنا عندي اختيار، انا كده وصلت المعادله دي يا اما اختار دي يا اما اختار ان. وبالتالي اسيوم ان الان بتساوي 4، هفترض ان انا هشيل الاليفيتور ده على 4 حبال او 4 واير لوبس واشوف الدي بتاعي بكام، وفي الاخر اشيك على الدي ده يكون في الرينج المطلوب الموجود عندي. وبالتالي لما يكون عندي عدد الروبس 4 والمعادله دي اقدر اقول ان دي هيساوي 21.19 تيك دي بتساوي 22 ملي متر. يبقى انا كده حسبت الدي بتاعي. طب هل كده انا خلاص خلصت المساله؟ لازم اعمل اول حاجه تشيك على الدي ده هل هو في الرينج المطلوب ولا لا، لانك لو رجعت للتيبل اللي احنا شرحتها بتاع الخواص بتاع الواير روبس هتلاقي ان في السايز ده ليه رينج معين. وبالتالي بالنسبه للنوع اللي انا اخترته في الاول خالص هتلاقي ان السايز من 5 لحد 70، يبقى الدي بتاعك ده من 5 لحد 70، وبالتالي 5 لحد 70 ل 22 في الرينج ده، وبالتالي اوكي. يبقى انا كده الدي بتاعي ده مقبول في الرينج المقبول بالنسبه للنوع ده. وبالتالي كده انا ايه حسبت ده. تعالى ايه هتحسب بقى الدي. انا مش قلت ان دي على دي دبليو بيساوي 1000؟ تمام. انت لما هتيجي تحسب دي دبليو من المعادله، فين المعادله؟ هي المعادله دي. انت خلاص عندك الدي 22 وعندك الان 1 والان 2، هتحسب دي دبليو هيطلع تقريبا 1.37 ملي متر. هتلاقي حسب، بص الواير بتاع الواير دايمتر قطره صغير جدا، وبالتالي لما اتعوض بدي بالنسبه دي هنا هيطلع لك ان دي هيساوي 1370 ملي متر. ده ايه القطر بتاع الدرام. وبالتالي لما تضرب ان دي على دي 1370 على 22 هتلاقيه اكبر من 30. احسب النسبه دي قسمها على 30 هتلاقي ان قسمها على 22 هتلاقي ان اكبر من 30. وبالتالي وقفنا ان دي على دي هتيجي تحسبه هيطلع 1370 على 22 هيطلع 62 وشوية أكبر من 30 اللي هو المينيموم، النسبة المينيموم اللي موجودة في التيبل. وبالتالي كده دي يبقى كده أوكي. يبقى دي ده كده أوكي بالنسبة للسايز بتاع الدي وبالنسبة للتشيب ديامتر. يبقى أنا كده حسبت الدي اللي هو السايز بتاع الواير روب وحسبت التشيب ديامتر لقينا 1370 بيزد على الفرض اللي انا فرضته ان دي على دي دبليو سمول 1000. فاضل تشيك الفتيك، فتيك والبيرنج. اللي تشيك بتاعنا ان بي ستريس على اس التيميت اصغر من او يساوي 1/1000. تعالى نحسب ده ونحسب ده ونشوف ايه كام. اول حاجه الاس التيميت في الحاله اللي احنا مختارينها، الاس التيميت من 1300 اللي في التيميت في الحاله دي هتلاقي ان اس التيميت من 1100 لحد 1300، ده النوع اللي احنا مختارينه اللي هو البلوس تي. وبالتالي انا بشتغل على الاقل اللي هي الحاله الاقل اللي هي الورست كيس. الورست كيس يبقى الاس التيميت هيساوي 1100 ميجا باسكال. بي هيساوي 2 اف ستاتيك زائد اف دايناميك على دي في دي. وبالتالي لما تحسب الكلام ده يبقى بي هيساوي 2 اف ستاتيك زائد اف دايناميك. اف ستاتيك
اف ستاتيك لما هتيجي هتعوض عن ان باربعة ودي ب22 هتحسبها، واف دايناميك نفس الحكايه. اف دايناميك احنا حسبناها هنا القيمه دي كده، لما تيجي تعوض عن ان باربعة ودي هتطلع لك. وبالتالي الرقمين دول محسوبين من القيمتين دول، عشان بس ايه لو حد اتلخبط او مش عارف هي جت منين. وبالتالي لما تحسبهم هيطلع 2 في 8400 84 زائد 718 على الدي في دي اللي هو 1370 في 22، هيطلع الكلام ده 61% ميجا باسكال، قيمة صغيرة جدا للستريس. تعالى بقى نسيبها على اس التمت، يبقى بي على اس التمت هيساوي 61% على الاس التمت بتاعتنا اللي هي 1100، هتساوي تقريبا 0.0056، طبعا اصغر من 1 من 1000. يبقى كده اوكي. يبقى الديزاين بتاعنا اللي احنا اخترناه يبقى بلو ستيل 6 في 19، عدد الحبال او عدد الروبز انا هستخدمها 4، السايز بتاعه بيساوي 22، والتشيب دايمتر بتاعته بتساوي 1370 ملي متر. يبقى ده كده الحل بتاعنا اللي احنا اخترناه بلو ستيل 6 في 19. دي كده كانت اول مسألة معانا. دلوقتي هنشوف مسألة تانية على بقى اللي هي الفكرة الاخيرة بتاعت السي، وان ايه عندي لود على الحالتين او على طار من ناحيتين. تاني مسألة عندنا، مسألة عندنا بالشكل ده، عندنا لود هنا W بتوصل على بكرتين، البكرتين هنا فيه الفورس اللي هي الستاتيك فورس اللي هي بشد بيها. ببساطة ان انا برفع من هنا بلود، يعني انا بشد من هنا واللود ده بيترفع معايا ايه على البكرة بيطلع لفوق يعني. وبالتالي هنا مديني شويه معلومات، قال لي ان الويت ده 50 كيلو نيوتن، وقال لي الاكسلريشن 3 متر بير سكند سكوير، وقال لي ان دي كابيتال اللي هي التشيف دايمتر 45 دي. هو يعني هو مديني على طول الدايمتر بتاع دي كنسبه، مديني اللي هو ايه الواير الواير روب سايز. الفاكتور اوف سيفتي مدولي 5، وقال لي ان السي 1.1 سي ده لو شرحناه اللي هو التشيف كوفيشنت، اللي هو لما يكون عندي بكره في لود من هنا وهنا الاف، قلنا ان اف ستاتيك بتساوي سي دبليو. هنا بنتكلم اف ستاتيك مش الاف توتال، يعني مالهاش دعوه بالدايناميك، مالهاش دعوه بالبندنج، لا هنا اف ستاتيك اللي هي الويت ده، وكانت الويت بتاع الروب. وبالتالي احنا قلنا بتساوي سي دبليو، قلنا لو البكره دي واقفه ما بتتحركش ده بيساوي ده، لكن لو في حركه ما بينه وبالتالي الفريكشن هيخش معايا، وبالتالي السي ده ليه قيمه معينه، وزي ما قلنا ان ليه تيبلز معينه. هو هنا في المساله مدول على طول قايل ان 1.1، وقال لي هنا معلومه مهمه، قايل لي نيجلكت روب ويت، يعني انا الويت بتاع الروب ده ههمله مش هخش معايا في الحسابات. طب ايه المطلوب؟ قايل لي عاوز فايند الاف اللي هي الاستاتيك فورس دي، الاف ستاتيك دي اند دي، يبقى هو عايز الاف وعايز الدي. يبقى اول حاجه عايزين نحسب له الاف ستاتيك دي بكام، اللي هي الاستاتيك فورس اللي على الروب. وبعد كده هعمل ديزاين هختار الدي ده كونسيدرنج ذا فاتيج، يعني هاخد معايا الفاتيج، يعني في التشيك بتاع الفاتيج ده لازم اعمله معايا. يبقى اول حاجه كده بالمساله هنعمل ايه؟ هنختار هنحسب الاف ده. وبالتالي عشان نحسب الاف هنعمل شويه فورس اناليسيس كده قصاد. اول حاجه نجيب البكره الاولانيه دي كده، عندي هنا اف وعندي هنا اف 1. اف 1 دي ليها الشد هنا اهو، يعني هنفصل هنا اهو كده، هيطلع هنا عندي اف 1 وهنا اف 1، وهنا هيبقى عندي اف 2. عايزين نحدد دلوقتي ايه انو الكبير وانو الصغير. انت ببساطه عندك سورس الحركه من هنا اهو، يعني انت بتشد من هنا اهو وده بيطلع من هنا اهو، وبالتالي الشد من هنا اهو منطقي ان ده سورس الشد ده اللي بتشد اكتر هيبقى اعلى من هنا اهو. ونفس الحكايه لما تيجي تقارن دي ودي، هتلاقي وانت بتطلع كده اهو هتلاقي ان الناحيه دي هي اللي بتعمل الشغل، او هي اللي بيطلع عليها ايه بيطلع عليها البكره، يعني الناحيه دي بيبقى الشد هنا اقل من هنا، هنا بيبقى اعلى من هنا. وبالتالي كده ايه نعمل شويه كده فورس. يبقى دي كده البكره الاولانيه هنا متعلقه هنا، البكره الثانيه اللي عليها اللود هنا بيبقى عندي اللود، هنا فصلت هنا اف 1، هنا هتبقى اف 1، هنا اف 2. بدلاله السي ده هجيب علاقات ما بين اف واف 1 واف 2، وبعد كده هعمل فورس بالانس للبكره دي، هقدر اجيب اف 1 واف 2، وبالتالي اقدر اجيب الاف اللي عندي اللي هي الاف ستاتيك. تعالى اول حاجه نشوف كده من هنا اهو، مش هقدر اقول ان اف بتساوي سي اف 1، وبالتالي اف هتساوي 1.1 اف 1. دي كده الايكويشن رقم 1 اللي عندي.
طب تعالى هنا اهو، من هنا اهو مش قلنا ان هنا ان اف واحد بتساوي سي اف اتنين، الشد على الجنبين، وبالتالي من الشد على الجنبين هنا اهو بسبب الفريكشن اللي هو السي اللي هو التشير كوفيشنت، اقدر اقول ان اف واحد بتساوي 1.1 اف اتنين. يبقى كده دي الايكويشن رقم اتنين اللي عندنا. طب تعالى بقى نعمل فورس بالانس للبكره دي، تعالى نعمل فورس بالانس كده للتشيف دي اللي عندي، يقدر اقول ان اف واحد زائد اف اتنين بيساوي دبليو، الويت ده لتحت مفيهاش مشكله، وبالتالي اقدر اقول كده انا عندي هعوض عن اف واحد بي واحد واحد من عشره اف اتنين. لما تيجي تعوض عن اف واحد واحد من عشره اف اتنين، انا دبليو عندي بخمسين كيلو نيوتن، يبقى اقدر اقول ان اف اتنين هتساوي 23.8 من عشرة كيلو نيوتن، وبالتالي يبقى اف واحد هتساوي، هضرب الرقم ده في واحد واحد من عشرة، يبقى اقول ان اف واحد هتساوي 26.18 كيلو نيوتن. ارجع من اف واحد في الايكويشن رقم واحد، يبقى اقدر اقول كده ان الاف بقى بتاعتي اللي هي الاف ستاتيك اللي على الروب ده هتساوي واحد واحد من عشرة في 26.18 هتساوي 28.97 كيلو نيوتن. يبقى دي كده الاستاتيك فورس اللي موجود عندي في الاف نتيجه ان انا عايز ارفع الحمل اللي عندي اللي هو دبليو ده. يبقى انا كده قدرت احسب الاف ستاتيك اللي هي مضمونه اللود زائد اللود بتاع الروب، بس انا احنا قلنا ايه نجلكت الروب ويت، وبالتالي ما دخلتوش في الحسابات معايا في الايه في اللي هو الجزء بتاع الاف بتاعي، وبالتالي ده هيساوي 28790 نيوتن اللي انا بشتغل نيوتن. طيب كده جبت الاف ستاتيك، يبقى احنا كده اول خطوه جبناها، يبقى احنا اف ستاتيك او اف اللي هي ايه اللي كان عايزها 28790 نيوتن. كده دي اول حاجه عندنا. طب تعالى ايه عشان نجيب دي، هو كان قايل لي في المساله ان هو 6 في 19 مونيتور ستيل، وبالتالي تخش التيبل هتطلع من مونيتور ستيل، هتطلع ان اس ييلد هيساوي 730 ميجا باسكال، وده بيست ما تنساش على باي على 4 دي سكوير مش بيست على الميتاليك اري، وهتطلع كمان ان الاس التمت بيكون من رينج ال 1400 ل 1600 ميجا باسكال. طيب يبقى احنا كده ايه احنا عارفين اف ستاتيك، يبقى احنا اف ستاتيك احنا ايه زي دلوقتي عشان نعمل ديزاين بنجيب اف توتال، اف توتال اللي هي اف ستاتيك واف الدايناميك واف البندنج، وبالتالي انا هحسب الثلاثه دول وهشوف المجهول عندي هيكون عندي المجهول الدي ده اللي هيكون مجهول عندي، يبقى هحسبه بعد كده من معادلة التصميم، وبعد كده هشوف اعمل تشيك على الفاتيج عندي. تعالى كده نمشي في الخطوات بتاعتنا واحدة واحدة. يبقى انا اقدر اقول ان اف توتال بتساوي اف ستاتيك زائد اف دايناميك زائد اف بندنج. اف ستاتيك احنا جبناه، اف ستاتيك هيساوي قلنا 28790 نيوتن. تعالى نشوف اف دايناميك، اف دايناميك بتساوي اف ستاتيك على جي في الاكسلريشن اللي عندي. اف ستاتيك احنا عندنا جي 9.8 من 10، الاكسلريشن كانت جيفن عندي في المساله كانت 3 متر بير سكند سكوير، يبقى اقدر اقول ان اف دايناميك هتساوي 8810 نيوتن. كده الاف دايناميك، فاضل لي الاف بندنج. فاضل لي الاف بندك، يبقى الاف بندك قلنا كده بتساوي ك اي دي دبليو على دي كابيتال اريا ميتاليك. دي كده كانت القانون بتاع البندنج فورس. تعالى بقى نجيب كل حاجه من دول. طيب الدي بتاعي هو جيفن عندي قايل لي بيساوي 45 من الدي اللي هو السايز بتاع الروب اللي عندي، يبقى الدي بتاعي اللي هو بتاع التشيف دايمتر 45 دي، وبالتالي يبقى كده انا عندي ايه دي كنسبه من الدي اللي هو دي سمول اللي عندي، وعندي الكي قلنا لاي حاجه 3 على 8 ما عدا الاليفيتورز، وبالتالي الابلكيشن اللي عندي ده مش اليفيتور، وبالتالي هيساوي 3 على 8. طيب قلنا ان دي دبليو بتساوي دي على 1.5 جذر ان 1 في ان 2، وبالتالي اقدر اجيب دي دبليو كنسبه من دي او كفانكشن في الدي، وبالتالي احسبها هتساوي دي
على 1.5 جذر 6 في 19 هيساوي 62 من 1000 دي. كده جبت الدي دبليو. طيب والاريا ميتاليك، الاريا ميتاليك في قانون ليها بيساوي 35 من 100 دي سكوير. طيب عوض بكل ده كده في المعادلة، يبقى عندي الاف بيندينج هيساوي 3 على 8 في 80 في 10 اس 3، 80 في 10 اس 3 اللي هو المودلس اوف الاسستي، دي دبليو على دي. دي دبليو احنا جبناها نسبة من الدي اللي هي السايز اللي هي 62 من 100 دي على الدي اللي هي 45 دي، دي كابيتال اللي هي 45 دي، طبعا دي مع دي راحوا مع بعض، في الاريا ميتاليك اللي هي 35 من 100 دي سكوير. وبالتالي اقدر اقول ان اف بيندنج في الاخر هحسب الحسبة دي هيطلع عندي ان الاف بيندنج هيساوي 14.4 دي سكوير. يبقى المجهول عندي في الفورسز دي كلها الاف بيندنج بدلالة الدي، وده اللي هحسب منه الدي بتاعي. يبقى كده دي كده الفورس رقم 3 اللي عندي. وبالتالي لما اجمع بقى 3 على بعض يبقى يطلع عندي ان الاف توتال هجمع 28790 و 8810 و 14 و 4 من 10 هيطلع عندي ان الاف توتال 37600 زائد 14.4 دي سكوير. دي الاف توتال. الاف توتال دي المفروض هتساوي الاريا اللي هي النومينال اريا في الاس سي على الفاكتوري، الفاكتوري اوف سيفتي، فاكتوري اوف سيفتي. وبالتالي الكلام ده الاريا اللي هي باي على 4 دي سكوير، السي ده احنا قلنا 740، الفاكتوري اوف سيفتي اللي هو جيفن 5. هتلاقي المعادله دي في الاخر هترسم ان عندك ان الكلام ده هيساوي 114.6 دي سكوير. معادله في دي سكوير اقدر احسب ان دي هيساوي 19.39 ملي متر. يبقى تيك دي بيساوي 20 ملي متر. وبالتالي اقدر من هنا اقول يبقى في الحاله دي اقدر احسب الشيب ديامتر بيساوي 45 دي، بس اهم حاجه ان انا جبت السايز بتاعي اول حاجه 20 ملي متر. طب انا كده وقفت المساله، قال لي لا هو تشيك فور فاتيج، وبالتالي لازم اشوف احسب دي كمان من الفاتيج. يعني دلوقتي ايه، انا عندي كذا كده، عندي معدلين تصميم شبه ما حسبنا، معادله الاستاتيك او اللي هي الاف توتال، ومعادله الفاتيج والبيرنج. وبالتالي من معادله الفاتيج والبيرنج هجيب دي كمان واقارن ما بينهم، والكبير هو الاخر. طيب تعال نشوف ايه بالنسبه للفاتيج. يبقى فور فاتيج الاس التيمت قلنا من 1400 1600، انا هاخد الاقل اللي هو 1400 ميجا باسكال. طب تعال نحسب اللي هو البريشر، بي بيساوي 2 اف ستاتيك زائد اف دايناميك على دي في دي. يبقى بي هيساوي 2 اف ستاتيك اللي هو 28790 زائد اف دايناميك اللي هو 8810 على دي في دي. احنا قلنا في نسبه ما بينهم، ده بيساوي 45، ده يبقى اقدر اقول ان هتساوي 45 دي سكوير. وبالتالي لما احسب الكلام ده هيطلع بيساوي 1671 على دي سكوير. ده كده البريشر اللي عندي اللي هو البي. طيب يبقى ده عندي معادله تصميم بتقول لي ان 1000 ان بي على اس التيمت بيساوي 1 من 1000 اللي هي الحاله الكريتيكال اللي عندي. وبالتالي من هنا اقدر اطلع دي، يبقى عندي 1671 على دي سكوير في 1 على الاس التيمت هقسم عليه الاس التيمت قلنا ب 1400 ميجا باسكال، 1400 بيساوي 1 من 1000. المعادله دي ببساطه في دي سكوير، وبالتالي اقدر اقول ان دي هيساوي في الحاله دي 34.5 ملي متر. وبالتالي تيك دي هيساوي 35 ملي متر. يبقى انا في الحاله دي طالع عندي 2 دي، 1 دي من المعادله بتاعه الفاتيك، وطالع عندي 34.5، وطالع عندي دي تاني اللي هو بي 20 اللي هو ده. وبالتالي زي ما قلنا احنا هنختار ايه، احنا عملنا هنا ديزاين على ده وعملنا ديزاين على ده، هنختار الاكبر. يبقى انا في التالي يبقى دي هيساوي 35 ملم. طبعا انت ايه عايز تاخد تشيك اكتر سيف ان انت تبقى تبعد عن الواحد من 1000 دي، زود الدي ده خليه 40 خليه 38 حسب زي ما انت عايز. بس انت طبعا ايه في الامتحان اول رقم هيجي لك ايه تحسب عليه بالظبط، يعني ايه ما اول رقم يطلعه تزود بس عليه خليه رقم صحيح، وايه ده هيبقى الرقم المظبوط بتاعي. يبقى دي السايز بتاعي 35 ملم، ودي هتضرب 45 في 35 وهتشوف الناتج بكام، 45
في 35 وطلع دي كابيتال شوفوا كام ملم. يبقى كده يبقى انا قدرت احسب الاف ستاتيك اللي عندي اللي هي 28790 دي كانت مطلوب الاولاني، والمطلوب الثاني عملت ديزاين للسايز بتاع الواير روب اللي طالع 35 ملم. دي كده كانت اخر مساله معانا، اشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.